طبعا وجود بقى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واستقرار الأوضاع بالشكل ده في الجزيرة العربية وظهور الإسلام بهذا الشكل، بدأت الناس تتوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت القبائل تأتيه، وكانوا بيسمى العام ده عام الوفود، بقوا يجوا بقى يبايعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته إذا أسلمت القبيلة يبقي القبيلة كما هي ويقر زعيم القبيلة عليها، ما يشيلوش، يعني ما يشيل من تحت يحط فوق، طول عمرهم ده سيد القبيلة وزعيم القبيلة، فما دام أسلم يبقى كما هو مسؤول عن قبيلته متسيدا عليها كما كان الوضع. فعشان كده قالوا أنزل الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم. طيب قبيلة ولها صنم، وزي ما بعت النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى نخلة ليكسر ويحطم العزة، أرسل علي بن أبي طالب إلى طي لتكسير الصنم اللي هناك، ونحن علي وكسر الصنم، ويظهر أنه لقي معارضة أو لقي يعني مناوشات، فحصل على غنائم وعلى سبايا وشتتهم وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل انه كان في قي عدي بن حاتم الطائي واخته. عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا، وكانت اهله بيقال ان اهله كانوا في الشام، ففر الى الشام، فر الى الشام، لكن اخته وقعت في السبيل. فلما رجع علي من أبي طالب إلى المدينة للسجن طلبت أنها تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقابلته قالت له هلك الوالد وغاب الرافد، فمن علي يمن الله عليك. الوالد اللي هو حاتم الطائي كان يضرب مثل في الكرم، والرافد اللي اخوها، الرافد اللي اخوها زي الرافد النصر بتمد، ها. فغاب الوالد او هلك الوالد وغاب الرافد، فمن علي من الله عليك. فبيسألها مين؟ فقلت انا ابنة حاتم الطائي. فقال لها ان اباتي كان يحب مكارم الاخلاق واكرمها، وهيأ لها النزل وفرش لها وأجلسها وكساها وأعطاها النفقة التي تكفيها حتى تصل إلى الشام، أكرمها غاية الكرم. أسلمت وخرجت ووصلت إلى أخيها في الشام عدي، حكت له كيف أكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه أقر بفضل أبيهما. فلما حكت له سعد بذلك، وكان يعتقد أنه يعني مقفول، فرجع ورجع معها ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلم وحسن إسلامه عدي بن حاتم الطائي. الحاجة الثانية ان كان فيه برضه من المسلمين واحد اسمه بجير بن زهير، بجير بن زهير ده ابوه زهير بن ابي سلم، ابو سلم شاعر وزهير شاعر، وابنهم كعب بن زهير شاعر، يتوارثوا الشعر من اعظم شعراء الجاهلية. بجير يعمل ايه؟ بعت لاخوه، اخوه كان هربان، هربان بقى، ما هو الشعر بقى والكلام الوحش والهجاء والكلام،
بعت حذرفه وقال له خلي مالك، وبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الناس اللي كتبوا شعر في الهجاء والاسلام والمسلمين وكلام من. فبعت قال له امامك امر من اثنين، يا تقبل تائبا الى رسول الله وهو يقبل التائب ويعفو عنه، يتفر الى اقصى الارض لانه حيجيبك حيجيبك. فما فيش امر من اثنين. وبعت له كلام ده بشعر لانه كان الاخر يكتب الشعر. رد عليه ورد عليه شعر وحش، ورد عليه قال له انت اتخطلت وحصل لك حاجه ونهلك المأمون وكأسل، يعني كتب له بالشعر ده انه المأمون اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني شربه من كاسه فسكنه وسكره وخلاه خطر الصحه. ويقول الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكلام ده قال له صدق صدق، فانا المأمون شرفه بيه، لكن كذب تبقى الكلام. فبعت له تاني وقال له انا مستأمن لك والنبي صلى الله عليه وسلم هيعفو عنك وتعالى ما بدهاش، وتحط ظهره وخلاص ومثلك لا ينصرف عن الحق وعيب. بعت له تاني للشعب اسعد كلها موجوده ولو في وقت كنا قلناها، لكن ما فيش وقت. فاقبل كعب بن زهير ودخل المدينه وبقى عند صاحب الله، واصبح الصبح بعد صلاه الفجر دخل المسجد من غير ما حد يحس، ويبدو انه كان ملثما يبدو ذلك، وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحط ايده فيه مسك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انشد قصيده يعني ما يقراهاش الانسان او يسمعها الا وتتحرك مشاعره وقد لا يحتمل انه يسمعها. قصيدة طويلة جدا جدا كلها غزل غزل في البداية وكلام شيء قمة، مدح المهاجرين وسكت عن الانصار، لان واحد من الانصار قال فيه كلمة أو كان عاوز يقوم يمسكه أو يقتله أو حاجة فسكت عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمتش ليه عن الأنصار، فراح متكلم عن الأنصار وأثنى عليهم أيضا في القصيدة دي شهيرة جدا معروفة اسمها بالت صغير، من أحلى ما يمكن أن تسمع من شعر. بالت صغير فقلبي اليوم ما تطول متيم إثرها لم يفدأ مكبوله. بانت بعدت سعاد حبيبته. اسم يعني مش مفيش حاجه اسمها سعاد ولا حاجه، لكن هم دايما يقولوا سعاد، وسعاد كانوا يقولوا ان العرب تطلق على الشمس كلمه سعاد. يعني من ضمن اسماء الشمس في الجاهليه سعاد يقولوا عليها كده. فكلمه سعاد وكلمه ليلى تجدها دايما في اشعار العرب، لكن ما في حاجه اسمها سعاد ولا في حاجه اسمها ايه؟ ليلى، لكن رمز. بانت سعاد بعدت وسافرت، فقلبي اليوم متبول، متبول محروق، عارف لما تتبل اللحمه وتقددها، متبول هالك دبلان دبلان وعيان. اثرها يعني وغاها القلب محروق عليها لم يفدى، كانه اسير الهوى والحب ولا فداء له. مكبول متكتف. قصيده طويله 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 فكرت اجيبها واقراها لكم. هنخلي الكلام ده ان كان السيره هتخلص قبل الشهر نبقى نجيب الاشعار دي نقولها، ما كانش يبقى انا عاوز اشوفها يبقى ايه؟ نشوفها او نطبعها لكم ونوزعها لكم، لانها فيها ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله حق وصدق. إلا قال فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهند من سيوف الرحمن مثلوله، وقال فيها أنبئت أن رسول الله أوعدني، من هدوك قال بحاجة لك،
والعفو عند رسول الله مأمول. حتى الوزن حلو. كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة الحباء محمول. أنا ميت أتلسل أنت أو ما تلسلنيش تعددت الأسباب والموت. واحد عايز يقول لي أنا مش خايف من الموت، يعني عاوز يقول له أنا مش خايف من الموت، أنا مش خايف إنك تقتلني، أنا جاي لك بنفسي، ما أنا هموت هموت، إنما أنا جاي لأني آمنت بيك وأسلمت. وقال قصيدة رائعة سر لها النبي صلى الله عليه وسلم أيما سرور، وأسلم كعب ابن زهير أو ابن زهير ابن أبي سلم. وقصدته دي ما في كتاب من كتب السيرة إلا تجدوا إيه؟ حتى كتب القديمة مش الجديدة، الجديدة ما حطوش لأن اللي هيقرا مش هيفهم، كلها كلام عاوز شرح يعني.